بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم يا أنت السلام وإليك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وأنت عليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والحزن، ونعوذ بك من العجل والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من روبة الدين وقحط الرجال. ربنا تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عما، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، خصوصا فيروس الكورونا والولاء والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يدعو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.